لاحظت أن الكينونة أنثى. سألها: ألم تدركي بأن النور ذكرا؟ فأجابت: بل أدركت أن الشمس أنثى. سألها: أوليس الكرم ذكرا؟ فقالت له: نعم، ولكن الكرامة أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مجلس مقاطعة الحي الحسني تنظم ككل سنة حفل تخليدا لليوم العالمي للمرأة، واللي تنغتنموا فيه هذه المناسبة هذه باش نتقدموا بالشكر الجزيل للموظفات ديال مقاطعة الحي الحسني على العمل اللي تيقوموا به وعلى المجهود اللي تبذلوه طيلة السنة من أجل خدمة المواطنين. وهي فرصة أيضا لنوجه التحية للمرأة المغربية بهذه المناسبة هذه، والمرأة المغربية اللي تستحق كل التنويه وكل التقدير طيلة السنة وليس في يوم 8 مارس. هذه المرأة المناضلة، المرأة الصبورة. إذا في هذا اليوم هذا عشنا واحد الأجواء احتفالية مع الفرقة ديال مع الجمعية ديال الفن لإحياء التراث الحضرة الشفشاونية، وأيضا مع التراث ديالنا المغربي لفن القدرة أيضا، ومع الفكاهي اللي بسط هذا الجو هذا. إذا هو بالفعل جو احتفالي بامتياز، فتحية للمرأة المغربية. السلام عليكم. سعيدة أبو المحاسين، رئيسة جمعية أنجل للأعمال الاجتماعية والفنية بمقاطعة الحي الحسني جهة دار بيضا سطات. اليوم عيدنا كنحتفلوا به، يوم العالمي للمرأة، كنحتفلوا بهذا اليوم لأنه مميز، ويعني كيعطي واحد الجمالية للمرأة، كتحتفل به هي وطنيا ومحليا وعالميا. وكنتمنوا ان المراه دائما تكون في القمه وتكون في واحد الوضعيه حسنه وتحسن وضعيتها من ناحيه الاجتماعيه وفنيه ورياضيه وثقافيه، وكنتمنوا لها كل التقدم والازدهار والتقدم ان شاء الله في كل المجالات الميدانيه، وكنتمنوا لها التوفيق في كل حياتها اليوميه والمهنيه.